معاهم ازاي؟ انا المفروض ما اقولكش الخبر، وشريك بقى على اصوله هيقول لك بنفسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. انت جالك ترشيح للامن الوطني من شريك بيه وتوافق عليه ان شاء الله على طريقه تثبيت البروجيكتر كيف تم التشغيل. الفكره بسيطه جدا، مره بسيطه. هذا البروجيكتر في النص، معانا 1 2 3 مواصير في البوت، وهذه الماسوره الوسطانيه او العارضه الوسطانيه، وهنا عندنا كمان 3 مسامير 1 2 الوسطاني 3. الوسطاني طبعا جاي سنتر تماما، جاي سنتر تماما في البوت. البعد بين البروجيكتور والمظلة ما يقارب 2.5 إلى 3 متر. طيب الستارة الخلفية هي ستارة العرض، والبروجيكتور زي ما وضحت ماخذ السنتر وماخذ الزاوية تقريبا كاملة في الستارة. أوضح لكم الآن أول شيء نوعية البروجيكتور المستخدم، القاعدة. إيش هي القاعدة؟ قاعدة بسيطة جدا. طيب بالنسبة للبروجيكتر، النوع اسمه نيبولا، أنكر نيبولا. طيب هذا البروجيكتر يركب بالطريقة هذه، تمام. فتحة 6 ملي اللي هي قاعدة تثبيت الكاميرات. هذا البروجيكتر يشتغل بنظام الليزر أنكر نيبولا كابسول 3، نظام ليزر. والقاعدة هنا قاعدة متحركة، هذه عندي موجودة من أول، لكن ممكن تأخذوها من موقع إكسبريس، على إكسبريس موجودة. المسمار الوسطاني هذا كان على فوق، كان بالشكل هذا، فقلبته على تحت، بس قلبته على تحت. هو 6 ملي أصلا، غالب الوقت تستخدمه 6 ملي، ونفس السنة تركب عليها القاعدة هذه. ايش الغاية منها؟ الغاية انك لما تحرك وتوزن البروجيكتر، الرمانة هذه تقدر تحركها، تفكها من هنا تحرك يمين يسار لين توزن تمام وتقفل. طيب بالنسبة للشحن، عندنا طريقتين شحن، اما على الانفرتر مباشرة لانه البروجيكتر يسحب كهرباء قوية، يسحب ما يقارب 85 واط على المحول مباشرة، أو على الشواحن. هذا شاحن، وهذا كمان خصصته هنا للشحن العلوي حتى يوصل السلك من فوق لهنا، بس طبعا يكون الشاحن هنا قوته عالية، لا ينزل عن 45 واط. هذه الفكرة وسلامتكم.